ومتواصلين معكم في الظهيرة، ونرحب بضيفنا أخصائي الأطفال الدكتور نزار السامرائي. أهلا وسهلا بك دكتور. مرحبا بك. أهلا وسهلا. قلت لي أحب أهني بالبداية أخوانا. أكيد تسمحي لي. لا أكيد. إلى جميع الأخوة العرب والمسلمين والعراقيين جميعا، أولا أهنيكم بمناسبة مولد النبوي الشريف للرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهنيئا لكل المسلمين بهذه المناسبة الطيبة. وتناسبت هذه مع مولد سيدنا عيسى المسيح ابن مريم عليه السلام، وأيضا أهني كل الأخوة المسيحيين اللي موجودين في بلادنا العربية والعراق قاطبة بهذه المناسبة السعيدة. وبالطبع احنا على نهاية سنة 2015، فأحب أهني كل الشعب العربي والشعب العراقي والأمة الإسلامية بقدوم السنة الميلادية الجديدة، اللي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلها قدم خير وسعادة ورفاهية لكل الأمة الإسلامية بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. وحلو أنت ويانا في آخر حلقة، في آخر ظهيرة من هذه السنة. مثل ما ابتدينا أول إحنا نختمها. نعم الحمد لله. يا أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. بعض الأمراض كنت أتصور إحنا تخطينا الحديث عنها، يعني لأنه نادر ما نسمع عنها، ولكن للأسف بعضها رجع للواجهة بسبب تسجيل حالات واضحة نتيجة تدهور الأوضاع الصحية واللقاحات الغير صحيحة، وتخلينا أو تجبرنا أنه نفتح باب الحديث والنقاش عنها. اليوم راح نتحدث عن مرض النكاف، للأسف سجلت حالات به بالعراق في الفترة الأخيرة، فراح نتحدث في أسباب وننور الناس على نعطيهم جملة نصائح ممكن تفيدهم في كيفية أنه يتعاملون مع المصاب وكيف يحموا أطفالهم تحديدا بالذات. تفضل دكتور. صراحة هو النكاف واحد من الأمراض اللي احنا نسميها جملة الأمراض القاتلة للأطفال، اللي هي الدفترية والقزاز والسعال الديكي والنكاف، شلل الأطفال يندرج، وشلل الأطفال. نعم. والحصبة والحصبة الألمانية. هذه أمراض قاتلة نعتبرها للأطفال، فلذلك العلم تطور فخلقت واستحدثت لقاحات لمنع حدوث هذا المرض. نعم. وبالتالي الآن الحمد لله والشكر أصبح الناس يعيشون أفضل، وأولادنا وأطفالنا وأحفادنا بدوا يعيشون أصح وبعمر أطفال أفضل، بعدناهم عن كل الأمراض القاتلة. نعم. الآن في العالم المتطور كثير من الأطباء اللي تخرجوا، خلينا نقول في العشر سنوات الأخيرة، هذول ممكن ما شايفين ولا حالة حصبة ولا حالة نكاف ولا حالة دفترية ولا حالة شلل الأطفال. فالعالم الآن كل شيء تطور. لكن مع الأسف الظروف اللي موجودة في العراق أدت إلى حدوث طفرات جديدة. إحنا هاي نعتبرها جدا خطرة، وإن كان واحد منهم أصيب بس نعتبره خطورة، لأنه هاي أمراض قاتلة وممكن مثل ما طلعت في هذا الشخص تطلع في أشخاص أخر. والنكاف واحد من عدها. النكاف بحد ذاته هو مرض فيروسي على العموم، يسبب فيروس معين اللي احنا نسميه المامس فيروس. هذا الفيروس يسوي التهاب بالغدة اللعابية اللي موجودة بالوجه. فإذا شفنا الصورة الأولى الآن نشوف بها الغدد اللعابية اللي موجودة في الرأس، موجود غدتين يمين وشمال حول الفك. وتحت الفك اكو اثنين، وواحدة تكون مدببة موجودة في الحمك. فهي هي الغدد اللعابية اللي موجودة. هو يهاجم أي غدد؟ فهو عادة يهاجم الغدة اللي بعدين بنسميها بالعربي النكافية، اللي هي تكون ما بين الأذن وما بين مقدمة الوجه. يعني بالضبط تكون في هذه المنطقة. هذه هي الغدة النكافية. التهاب الغدة النكافية هذه عادة يطول كم من يوم. إذا تشوفين هو بالصورة الآن موجودة، أكو الغدة الفوق اللي هي كبيرة يسموها النكافية، وأكو تحت الحنك يمين ويسار أيضا اثنين، وأكو واحدة اللي صايرة تحت الحنك مباشرة. وهذه هسه اللي مبينة بالصورة هي هذه
الغدة النكافية اللي تلتهب، وهذا شكل الفيروس اللي يسبب الالتهاب مالتها. فعادة هذا المرض الأعراض مالته بسيطة. جهة واحدة دكتور؟ جهة واحدة؟ ممكن يصير جهة واحدة وممكن الجهتين. على العموم الأعراض مالته بسيطة دائما. نعم. أكو هواية أطفال كان يصير بيهم النكاف، هذا قبل التطعيم يعني. نعم. كان يجيهم النكاف بس ما حد يحس به، يجي بسيط جدا. مثل النشل اللي تجي، أكو هواية أطفال ينشلون ويطيبون بدون ما يروح للطبيب ولا يحتاج أي شيء. نعم. فأيضا هذا نفس الشكل من النوع الفيروسي، ممكن يجي كلش خفيف، ممكن يجي ينطي أعراض وممكن يسوي مضاعفات. اللي ينطي أعراض يصير عندهم تورم في هذه الغدة اللعابية. فمثل ما نشوف بهذه الصورة مثلا، هذا موجود الغدة اللعابية اللي موجودة باليمين، باليسار هي اللي ملتهبة. نعم. فلذلك تنتفخ وممكن تجي باليمين. نعم. وممكن تجي بالطرفين، مثل هذا الطفل مثلا عند الطرفين ملتهبات. الإشكال اللي بيها بدرجة الأولى الأعمار دكتور، عفوا الأعمار اللي تصيب يعني عادة الأعمار أكثر من 3 أشهر، لأن أول 3 أشهر أكو كثير من عندهم يكون عندهم المناعة المكتسبة من الأم. نعم. هذا لم يصير بيهم. طيب. بس أكثر من 3 أشهر وحتى الأقل ممكنة. يعني تعتمد على قوة المناعة اللي مكتسبة عنده، ولكن بالتالي ممكن. هاي جهتين؟ هذا أيضا جهتين مثلا، وتشوفين التورم اللي صاير بالضبط قدام الأذان مباشرة. نعم. الأعراض لما تكون موجودة يسبب وجع بالمنطقة. أكيد. وما يقدر يفتح حلقة، لما يفتح حلقة يأذي، فلذلك تشوفين الطفل يبطل يأكل. وبعدين شكله يتشوه، إضافة إلى الأعراض الاعتيادية اللي تظهر أثناء أي التهاب فيروسي، مثل ارتفاع درجة الحرارة، عدم الشهية، الإرهاق، ممكن يصير عنده سعال، ممكن يصير عنده استرخاء بجسده، يعطس، يقوح، كلها ممكنة. بس هاي كلها تعتبر هي ثانوية. تستمر مدة 2 أسبوع؟ عادة هي تطول، يعني مثل الأمراض الفيروسية العادية ما بين 2 إلى 10 أيام هي الطيب. نعم. والفترة مال النقاهة مالتها تقريبا تطول حوالي 2 أسبوع. ففترة النقاهة هذه يعني الطفل ممكن يأخذ المرض بس ما تظهر عليه الأعراض مالته. بهاي الفترة ينمو الفيروس بالجسم وبعدين يظهر المرض. بعد تقريبا تطول والطفل المريض يجب أن يعزل، مو صحيح؟ نعم. فهي طريقة الوقاية من المرض. نعم. أن إحنا أي واحد مصاب بالنكاف أنه يعزل لمدة 5 أيام من بداية ظهور الأعراض مالته. نعم. بهاي الفترة هو معدي. العدوى مالته تجي عن طريق الرذاذ مال الكلام مالته. نعم. أو من يعطس أو من يقوح. هذا الرذاذ ممكن ينقلها. وممكن ينتقل أيضا إذا شرب بنفس الكلاس، يعني أدوات اللي يستخدمها. نعم. نفس الماعون، نفس الخاشوقة. ممكن هذه كليتها تسبب يشدوه بهالطريقة هاي دكتور؟ هو يعني الأخ المخرج الحقيقة طلعها كلش قبل ما نتكلم عنها. هاي من نوصل على العلاج مالتها. نعم. فالمرض هذا ينطي أعراض كثيرة جدا. وينتهي تقريبا بأسبوع 10 أيام حال أي التهاب فيروسي. بس ما يجب أنه واحد يستهين به. لا لا. يعني ما نستهين به، مو لأنه سبب هذه بس الوجاعة مال الأسبوع. إحنا عندنا مشكلة المضاعفات مالته كل هواية، ولو أنه نادرة بس. نعم. جدا هواية. نحكي عنها بس خلينا نشوف العلاجات. علاجات. نعم. لهذا بالنسبة المرض. للعلاج مال المرض هذا حال حالي التهاب فيروسي، العلاجات مالته كلش قليلة، ماكو شيء. كل شيء ما نقدر نسويه. لا اللهم إذا عنده حرارة ننطي مخفض للحرارة، عنده أوجاع ننطي مخفض للأوجاع. مثلا سخونته كلش عالية ممكن نسوي له كمادات. نخليه يرتاح بالبيت. بعدين الطعام مالته، لأن هذا الالتهاب مال الغدة اللعابية يسوي مشاكل كثيرة جدا باللعاب. فلذلك احنا ما نريد ننطي أي شراب يحتوي على حموضة.
ولا على خال. نعم. مثلا معجون طماطة، احنا عندنا الأكلات العراقية أكثر حطهم بها معجون، هذا المعجون ممكن يخرش الغدد اللعابية الموجودة بالفم فيسبب له وجع، من يقوم يوجع عنه بيبطل ياكل. حتى لو تنطي اكل ما بيه هاي الاشياء الطفل يخاف، يقول لي اخاف اكل منه همين اتاذى، احسن شيء ما اكل. نعم. فهاي الطرق مال الوقايه. شفنا صوره انه يشدوه. نعم. يعني هي صحيحه هذه الطريقه؟ قبلها صوره اذا شو اسمه يقدر يطلع لنا اياها المخرج اللي هي عده صور موجود بيها رقم 6 تقريبا الصير هي. نعم هاي الصورة. أيه. إذا تلاحظين هذه هي تدرج المرض، أول مرة الإنسان يبدي يحس أنه عنده وجاعة بالمنطقة. نعم. فمعناها بدأ عند المرض. المرحلة الثانية يصير انتفاخ في شكله يتشوه. أيه. يصير غير شكل. أيه. المرة الثالثة النوبة ممكن الطرفين يلتهبون. نعم. فاثنين هني يتورمون وشكل الوجه يصير كلش غير طبيعي، فيقومون يعني ينزعجون من عنده أنه الناس يشوف شكلهم مو طبيعي. فبوقتها كانوا يلبسون الحجاب أو يربطون فتشين نفسهم على مود يعني ما يبين التورم هذا اللي موجود بالوجه. ثم يتطور الأمر إلى أنه من شدة الوجاعة ما يقدرون يفكون حلقهم، فقاموا مثلا ممكن يشرب الحليب او السوائل بالقصبة. نعم. لانه ما يقدر يفتح حلقه ويشرب. فتطور المرض. اما بالنسبه للعلاج مالته. نعم. واحد من الاشياء اللي تخفف الوجاعه مال التهاب الغدد اللعابيه هاي اللي موجوده انه تدفى. فالصوره الاخيره اللي موجوده. نعم. هم قبل كانوا ايضا يشدوها، واحنا هسه يعني نقولهم شدوها، فهو يسوون عصابه على الراس. بس مو يعني تايت، مو شدها بشكل قوي. لا لا يعني بس يعني على مود الدفو مو للضغط. اي بالضبط. حتى نعم. حتى شويه تدفى. العلم الان يقول الافضل اول يوم يومين ان نستعمل كمادات بارده مكان من دفيها هوايه. نعم. وبعدين احنا ممكن شو اسمه ندفيها حتى بالعجل يصير بها الابزوربشن للسوالنج اللي موجوده. نعم. فهذه هي الطرق اللي متبعه. نحكي عن المضاعفات دكتور. نعم. انا سامع هي انه المشكله هنا. أي. المضاعفات المشكله المضاعفات بيها. بالاخص اذا اجى المرض هذا في الطفل المناعه مالته مثلا ضعيفه. نعم. هذا ممكن ياثر عليه تاثير كلش رهيب. ممكن يسوي عنده التهاب بالخصيه، التهاب بالمبايض، التهاب بالقلب، التهاب بالبنكرياس، التهاب بالدماغ، التهاب السحايا. هذه كلها ممكن يسويها الفيروس هذا، بالاخص اذا كان الطفل مناعته بسيطه. الاعراض اللي موجوده بالنسبه للمبيض وبالنسبه للخصيه كلش هوايه تصير بالاطفال اللي هم قريبين من سن المراهقه. هذول بعد اكثر تصير عندهم النسبه. احنا دائما نسمع انه سبب عقم يعني. نعم. أي. اذا صار المرض هذا في هذول الاطفال بهذه المرحله ممكن ايضا مرحله يسبب. المراهقه تقصد؟ يعني نعم. أي. في قبل فتره المراهقه او قريب من عندها. نعم. الملاحظ انه بعض من عندهم ذول اللي يصير عندهم الالتهاب يصير عندهم عقم ايضا. وبالتالي احنا بسبب مرض بسيط جدا القضاء عليه سهل جدا. اعراضه بسيطه جدا. احنا نريد نتخلص منه على مود مصير عنده مضاعفات. لما تجي هاي المضاعفات نشوفها بهذا الشر. اذا هذا من الامراض القاتله. يعني احنا مو التطعيم على مود بس الطفل والله شنو لا يورم فتشه. يمكن تجين على الاف مؤلفه من الناس يقول تخلي يورم. احنا مو على الورم. هو نشله صحيح حاله. أي حال اي نشله اخرى. ولكن مضاعفاته وتداعياته خطيره. مثل الحصبه الالمانيه. الحصبه الالمانيه جدا بسيطه. نعم. ماكو ابسط منها. قالت كانوا واللي يسموها المانيه. لان كانوا بالمانيا يسوون حفله بين الاطفال. أي. ويجيبون شخص ب هاي الحصبه يقعدون بيناتهم حتى ينعدون منه. ينعدون وتروح. اي بالبساطه. أي. بس احنا نخاف منه لما يجي الى الامراه الحامل. يقتل الطفل اللي ببطنها او يشوهه. نعم. فاحنا اكو امراض هو بحد ذاته يعني ما يأثر. مثل ما قلنا في بدايه حديثنا ما نستهين بها. نعم. ما نستهين يصير. بها مهما كان المرض يعني بسيط. احنا نعتبرها من الامراض القاتله طبعا. ويجب ان يطعم. وهو اصلا العلاج الوحيد اللي متوفر بالارض في الوقت الحاضر للنكاف هو ان يطعم الطفل.
والتطعيم ماله سهل جدا. هي الوسيله الوحيده حتى نجنب الاطفال الاصابه نعم بهذا المرض. بالنقاط. بس اكثر نقطه احب ايضا اذكرها. تفضل دكتور. التهاب الغده الليمفاويه هذه الغده اللعابيه هذه مو بالضروره الا يكون من الفيروس اللي يسبب النكاف. اكو هوايه بعض فيروسات ايضا تسبب الالتهاب هذا، واكو انواع من البكتيريا ايضا تسبب هذا الالتهاب. بس نفس الاعراض يعني نفس الاعراض نحب بالبدايه. وكذلك اذا صار مثلا تكلس مرات يصير بالقنوات مال اللعاب اللي موجوده بالغده النكافيه ايضا تخليها تلتهب وتورم. فهذه ايضا امراض اخرى لنفس الغده، يعني يكون فيجب انه قبل لا نقول هذا عنده نكاف يجب ان نتاكد انه صحيح هذا النكاف. هنالك عده طرق سريريه الطبيب اللي هو اخصائي مال الاطفال او اخصائي الانفذ والحنجره ممكن يشخص هذا المرض ويقول هذا مثلا سببه نعم هذا بسبب مرض النكاف. وإمكان إثبات ذلك عن طريق المختبر حتى إذا تطلع هيك حالة معناها ماكو مانع أن إحنا نلقح كل المنطقة اللي موجودة مرة أخرى بلقاح النكاف حتى ما تتكرر مثل هيك حالات. إذن الحل في اللقاح أنه نحرص على أنه يأخذون أطفالنا هذا اللقاح حتى نجنب هذا المرض، ولا لازم الله كل المضاعفات الخطيرة اللي أشرت لها حضرتك. نعم. دكتور نزار سامرائي إن شاء الله نلتقيك السنة الجديدة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. كل عام وانتم بخير إن شاء الله. أتمنى لك كل خير لك ولعائلتك الكريمة. أتمنى التوفيق لقناة الشرقية ومزيد من المحبين والمتابعين والمتابعين. الله شكرا لك. شكرا لك وصحة إن شاء الله وعافية لكل الجميع لكل أبناء الشعب العراقي. تسلمي.